السلام عليكم. اليوم نتكلموا على المركز تاع التكوين لفريق اتحاد العاصمة واللي يقع في منطقة عين بنيان، وهنا نشوف صور يعني نسبة تاع الأشغال اللي راهي حوالي حسب التصريح نتاع المسؤولين تاع الفريق، يعني نسبة تاع الأشغال راهي قاربة 50 أو 60%. و يعني النوع من هذه المشاريع مهمة جدا بعد ما عرفنا طفرة ملموسة في مجال بناء الملاعب. الآن لازم نركز على بناء المراكز نتاع التكوين ونتاع التدريب للفرق، خاصة فرق تاع القسم الأول. وكذلك يجب أن نؤكد نقطة مهمة جدا، هو أن هذه المراكز الرياضية لابد أن لا تقتصر على كرة القدم، لابد أن تعمم على كل الرياضات أولا، وثانيا لابد أن تعمم على كل الأعمار. لابد أن نعتني بالفئات الشبانية، فئات الصغرى في جميع الرياضات، وتكون المراكز هذه كذلك بمقاييس دولية. وكذلك نقطة مهمة كذلك أن تعم كل ولايات الوطن إن شاء الله. إذن نترككم تعاودوا تشوفوا يعني الصور هذه تاع المركز، خاصة يعني التصميم نتاعو، ونكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم.